احتضنت جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب اليوم انطلاق أعمال الاجتماع الأول للخبراء من أجل إنشاء خلية لتطوير ونقل التكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع الأسكوا والإيسيسكو وجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب. الابتكار ونظام نقل التكنولوجيا في موريتانيا عنوان بارز لهذا اللقاء الأول من نوعه لمجموعة من الخبراء من أجل إنشاء خلية لتطوير ونقل التكنولوجيا في بلادنا، بغية رفع فاعلية منظومات تطوير ونقل التكنولوجيا على المستوى الوطني وتعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والأكاديمية من جهة، وبين القطاعات الصناعية والإنتاجية من جهة ثانية. رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب الدكتور أحمد الحوبة قال بأن اللقاء يسهم دون شك في نقل تجارب الدول المتقدمة والدول العربية في مجال نقل التكنولوجيا إلى نظرائهم من أبناء الوطن. عوائق الابتكار ونقل التكنولوجيا مواضع تناولت العروض القيمة للخبراء التي أشفعت بنقاشات تشخص الواقع وتقدم الحلول. في عصرنا الحالي، عصر المعلومات والمعرفة، تجهد المؤسسات الأكاديمية والبحثية في توليد المعرفة والابتكار، ولكن دون الارتباط الكافي بالفعاليات الاقتصادية والتجارية. ومن جهة أخرى تواجه هذه الفعاليات تحديات فنية تتطلب جهود بحثية وحلولا مبتكرة للتصدي لها، وهذا يحث الدول العربية إلى توفير آليات تسمح بالتنسيق بين هذين الوسطين، الوسط البحثي والوسط الاقتصادي، ولعل من أهم هذه الآليات مكاتب نقل التكنولوجيا. اليوم تطلق هذا المشروع بالشراكة مع الإيسيسكو في هذا البلد الجميل والمضياف، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مهد الشعر وملتقى العلماء مثل منذ القدم. وعلى مدى يومين تستمر فعاليات هذا اللقاء الذي ينتظر منه تقديم توصيات تؤسس بشكل فعلي لإنشاء مكتب وطني لنقل التكنولوجيا في موريتانيا. احتضنت دار